انتوا في مهنة جميلة جدا، كانت زمان هي مهنة كل رؤساء الوزراء وكل الوزراء كان كلهم بيبقوا محامين، فالمهنة بتاعتكم جميلة جدا. وانا لما درست قانون بعد ما خلصت الدكتوراه بتاعت الطب الشرعي قلت يا ريت انا دخلت من الاول كلية حقوق، لان استمتعت بدراسة القانون استمتاع شديد جدا، وبالذات القانون الجنائي. فأرجو ان انتوا يعني تحاولوا بقدر الامكان، هحاول ابسط المعلومة بتاعت الطب الشرعي بحيث انها تصل لحضراتكم ببساطة، لانه حضرتك عندك مشكلة ان انت ما درستش طب شرعي في كلية حقوق، فانت بتلاقي تقرير الطب الشرعي قدامك كلام علمي غامض، قد يكون معاك كلام مفيد جدا جدا يفيدك في الدعوة اللي انت شغال فيها، ومع ذلك فانت عشان غصب عنك ما درستش. طبعا احنا نتمنى انه يجي في يوم من الايام انه انتوا تدرسوا في، او الناس اللي هتدرس بعد كده في كليات حقوق تدرس طب شرعي. الجزء الاولاني من المحاضرة هنتكلم عن حاجة اسمها التغيرات الرمية. كلمة رمية المقصود بها اي حاجة تحدث بالجثمان عقب الوفاة. اي جثمان بعد الوفاة هيمر باربع تغيرات رمية. اول حاجة هيحدث تغير في درجة حرارة الجسم، واحنا في كل الاحوال عايشين درجة حرارة جسم الانسان بتبقى 37 درجة مئوية، عشان في مركز لتنظيم درجة الحرارة اللي موجود في المخ، وفي عمليات الأكسدة نتيجة الأكل والشرب اللي احنا بناكله بتحافظ على درجة الحرارة أثناء الحياة عند 37 درجة مئوية. لما تحدث الوفاة خلاص بقى مفيش لا مركز تنظيم حرارة شغال ولا في عمليات أكسدة شغالة، وبالتالي بتخضع درجة حرارة الجثمان للوسط اللي هي موجودة فيه. بالمناسبة لو أي حد معاه سؤال أرجو إن هو يكتبه عشان نخليه في آخر المحاضرة، عشان بقدر الإمكان نجمع الأسئلة كلها في آخر المحاضرة. ففي الجو المعتدل لو إحنا قاعدين الصوت مش واضح كده واضح؟ طيب في الجو المعتدل لو إحنا قاعدين في درجة حرارة زي اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي، كنت شايفها حوالي 22 درجة النهاردة، هتلاقي درجة حرارة الجثمان هتنخفض في كل ساعة درجة حتى تتساوى درجة حرارة الجثمان بدرجة حرارة الغرفة. يبقى في الجو المعتدل الجثمان بعد الوفاة هينخفض في كل ساعة درجة لغاية لما يتساوى مع درجة الوسط اللي هو موجود فيه. تاني تغير من التغيرات الرمية حاجة هنسميها الرسوب الرمي أو الرسوب الدموي. الرسوب الرمي ده يعني إيه؟ برضه وإحنا عايشين المفروض إن القلب ده بينبض 72 دقة في الدقيقة، يوزع الدم على كل أنحاء الجسم 72 مرة ويرجع له تاني. لكن لما تحدث الوفاة القلب كمضخة توقف عن العمل، يقوم الدم ينزل بفعل الجاذبية الأرضية للأجزاء السفلى من الجثمان. ودي ليها معاني جميلة جدا. الرسوب الدموي لما تيجي تقرا تقارير لازم تفهم منه شوية حاجات. أول حاجة الرسوب الدموي ده بيديني مؤشر عن الزمن اللي مضى من الوفاة. ازاي؟ من خلال حاجتين. أول حاجة إن الرسوب الدموي ده بيظهر في موضعه بعد مضي ساعة لساعتين من الوفاة. يعني لما تشوفه هو علامة، أول علامة أكيدة لحدوث الوفاة هو الرسوب الرمي. يبقى بيظهر بعد الوفاة بعد مضي ساعة لساعتين. هو فين الجزء اللي هو الرسوب الدموي؟ هو الجزء المحمر اللي انتوا شايفينه ده. امال في جزء ابيض، ده ابيض ليه؟ لان ده كان مضغوط في الارض، ماشي؟ فالجزء المحمر ده هو الايه؟ الرسوب الايه؟ الرمي. طيب يبقى مجرد ما شفته كده معناه ان الحد الادنى ظهر، يبقى طالما ظهر كده يبقى فات ساعه لساعتين من الوفاه. طيب هذا الرسوب الدموي يثبت في موضعه بعد مضي 6-8 ساعات. يعني ايه يثبت في موضعه؟ يعني انا لما اجي اتعامل مع جثمان واروح دايس، اجيب اصبع الابهام بتاعي كده واروح دايس على الجزء المحمر ده اللي هو الرسوب الدموي، وبعدين اشيل صابعي تاني، لقيت الجزء ده ما زال محتفظ باللون الاحمر، معناه ان الرسوب الدموي ده ثابت في موضعه، يبقى فات على الاقل من 6-8 ساعات، يبقى الرسوب الدموي هيثبت في موضعه بعد مضي 6-8 ساعات. طب دوست بصابعي وشلت صابعي لقيت مكان صابعي ابيض، معناه ايه؟ ان الرسوب الدموي ظهر بس ايه؟
لسه ما ثبتش في موضوع، يبقى فات ساعة لساعتين لكن لسه ما وصلتش إلى 6 لـ 8 ساعات. يبقى دي أول حاجة هنستفيدها من الرسوب الدموي، إن هو أو الرسوب الرمي، إن هو هعرف من خلاله الزمن اللي مضى من الوفاة. تاني حاجة إن أنا من خلال الرسوب الدموي أعرف إذا كان حد حرك الجثمان بعد الوفاة ولا لأ. دخلت لقيت جثة زي دي الرسوب في الظهر وجثة نايمة على بطنها، معناها إيه؟ حد حرك الجثمان. طب حرك الجثمان إمتى؟ ها؟ بعد ثبات الرسوب الدموي. يبقى لو حد حرك الجثمان بعد ثبات الرسوب الدموي، هشوف الرسوب الدموي هيفضل في مكانه القديم لأنه ثبت في موضعه خلاص. طيب الحاجة الثالثة إن أنا هستفيدها إنه من خلال الرسوب الدموي هقدر أعرف، هيديني فكرة مبدئية عن سبب الوفاة. اللون الأحمر الوردي اللي حضراتكم شايفينه ده، ده يساوي الإختناق بغاز أول أكسيد الكربون. يبقى اللون الأحمر الوردي يساوي الإختناق بغاز أول أكسيد الكربون. إيه غاز أول أكسيد الكربون؟ ده غاز ينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد العضوية. يبقى غاز ينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد العضوية. ده كتير قوي تشوفوه في أيام الشتاء، ده غفير مثلا قاعد بيحرق، جايب شوية فحم وقاعد يتدفى في الشتاء ويدفن يموت نتيجة أول أكسيد الكربون. كتير قوي قوي قضايا تلاقي عريس وعروسة ليلة الدخلة دخلوا الحمام الاتنين اتخنقوا ماتوا نتيجة سخان الغاز لسه جديد، في مشكلة في المدخنة، حصل تسريب غاز، الاتنين اتخنقوا ماتوا. كتير دي قضايا كتير جدا شهيرة. واحد راكب عربية مكيفة عنده مشكلة في الشكمان وهو ماشي، في ثقب في نص الشكمان في العربية، حصل تسريب، تلاقي الراجل وهو ماشي عمل حادثة بالعربية. كل دي نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون. المفروض لازم تبقى عارفين الحاجات دي ثقافة عامة. أول أكسيد الكربون ده هو صحيح مش موجود في أنبوبة البوتاجاز، أنبوبة البوتاجاز فيها بيوتان وبروبان، لكن أول أكسيد الكربون بينتج من الاحتراق غير الكامل لأي حاجة. يعني لو في تسريب، لو في عين بوتاجاز مفتوحة وفي جزء منها بيسرب غاز، هينتج عنه أول أكسيد كربون. بنخلي بالنا دايما لازم في تهويه في البيت، لازم في المطبخ باستمرار في تهويه، عشان لو في تسريب من اي بوتاجاز ولا حاجه يبقى بيطلع اول اكسيد الكربون. اخلي بال لان مشكلته ان هو ملوش اعراض، يعني انت غاز اول اكسيد الكربون ده يطلع انت ما تحسش ان في مشكله في المكان. اول اكسيد الكربون ده بيسموه القاتل الصامت، لان هو بيعمل مجرد كل اللي بيعمله ان هو يعمل لك شويه صداع، صداع كده نابض بيسموه الصداع النابض، كده تحس ان في حاجه زي نبض كده شغال جامد في جناب دماغك، وبعدين في ميل للقيء، وبعدين الشخص ما بيقدرش يتحرك من مكانه ولا بيقدر ينده على المكان. ليه؟ لانه بيعمل شبه شلل في العضلات، فلا الشخص بيقدر يخرج من المكان اللي فيه اول اكسيد الكربون ولا قادر ينده على حد ينقذه، لانه الاحبال الصوتيه بتاعتنا دي اللي بيحركها عضلات، فالعضلات بتبقى شبه شلل، فلا قادر ينده على حد ولا قادر يخرج من مكانه، وبالتالي مشكله خطيره بتاعت اول اكسيد الكربون دي. طيب يبقى لازم نخلي فيه تهويه، والحمامات ما نقعدش كتير جدا حمامات الغاز، ولو قدرنا نعمل حمام الغاز نحطه في البلكونه بحيث انه ما يبقاش جوه الحمام ماشي، نحطه بره يعني بحيث انه ما يبقاش تسريب في المكان اللي الناس بتستحمى فيه او بتقعد فيه، وما نطولش المكان في الحمام، القعده في الحمام. طيب بعد كده المفروض ان احنا جسمنا زيرو اول اكسيد كربون، لكن اللي بيشرب سجاير اول اكسيد الكربون بيوصل في دمه لغايه 9%. الوفاه بتحدث لما يصل تركيز اول اكسيد الكربون في الجسم 50 لـ 60%. الرسوب الدموي في كل الوفيات المصحوبه بنزيف بيبقى بلون باهت، يعني مش باين، يبقى الجرح الطعني، الطلق الناري، اي حاجه فيها نزيف لازم الرسوب الدموي ده هيبقى بلون ايه؟ باهت. الرسوب الدموي هيبقى بلون داكن في كل وفيات الاسفكسي. يبقى كلمه اسفكسي تعني عدم وصول الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين فتره تزيد عن دقيقتين ونصف الى 3 دقائق.
دي كلمة أسفكسي، عدم وصول الهواء المحمل بالأكسجين إلى الرئتين فترة تزيد عن دقيقتين ونص لثلاث دقائق. يعني أنت في حالة أسفكسيا الشن الخنق كتم النفس الغرق، في كل الوفيات دي هتشوف الرسوب الدموي بلون داكن. ثالث تغير حاجة اسمها التغيرات العضلية. يبقى ثالث تغير في التغيرات الرمية اللي احنا بنتكلم عليها، أول حاجة اتكلمنا على تغير درجة حرارة الجسم، وبعدين اتكلمنا على الرسوب الرمي، وبعدين هيبقى فيه تغيرات عضلية. أول ساعتين من الوفاة أي متوفى تمسك دراعه كده ترفعه لفوق أو رجله تلاقيه بتقع معاك كده، بيبقى فيه ارتخاء شديد جدا في العضلة، يبقى دي بنسميها الرخاوة الأولية. بعد كده بعد الرخاوة الأولية دي تبتدي العضلات الصغيرة بتاعة الوجه تبتدي تنقبض أو تتقلص، فيبتدي التيبس الرمي بقى بعد ساعتين اللي هو عبارة عن تقلص أو انقباض في العضلات من العضلات الصغيرة بتاعة الوجه، ويستمر في الجسم كله في 12 ساعة في الصيف يكتمل الجسم، يديك المنظر اللي انتوا شايفينه ده، اسمه تيبس رمي تام، اللي احنا حاطين الجثمان على كرسيين ما وقعش. يبقى ده اسمه ايه؟ تيبس رمي تام. ده بيحصل بعد الديل بعد 12 ساعة في الصيف، لكن في الشتاء اضرب في 1.5 لـ2. يعني لما كل التغيرات اللي انا بكلمك فيها دلوقتي لما اقول لك حاجة هتحصل بعد 12 ساعة، يبقى في الشتاء تحصل بعد 18 ساعة لـ24 ساعة، لان درجة الحرارة هي من اهم العوامل المؤثرة في التغيرات الرمية. طيب فهنا دلوقتي يبقى احنا قلنا اول ساعتين الجسم في فترة رخاوة اولية او ابتدائية، وبعدين دخل في التيبس الرمي ابتدى في العضلات الصغيرة بتاعت الوجه، اكتمل في الجسم كله بعد 12 ساعة، ويظل 12 ساعة اخرى في الجثمان. يبقى بعد 24 ساعة يزول هذا التيبس الرمي واخش في المرحلة الثالثة اللي اسمها الرخاوة الثانوية. يبقى باختصار اول ساعتين رخاوة اولية، وبعدين دخلت في التيبس الرمي من ساعتين اكتمل في 12 ساعة، زال بعد 24 ساعة، دخلت في المرحلة الثالثة اللي اسمها ايه؟ الرخاوة الثانوية. تمسك برضو ايد المتوفى كده تلاقيها بتقع معاك. طب انت رفعت ايد المتوفى كده لقيتها وقعت معاك، طب الجثة دي في رخاوة اولية ولا رخاوة ثانوية؟ الاتنين زي بعض، نفرق ما بينهم ازاي؟ حاجة بسيطة جدا، درجة الحرارة لسه الجثمان هيبقى دافي فين؟ في الرخاوة الاولية، مش كده؟ في الرسوب الرمي هيبقى ايه في الرخاوة الاولية؟ هيبقى يا اما ما ظهرش او لو ظهر ما ثبتش في موضعه، لكن في الرخاوة الثانوية هيبقى ايه؟ ظهر وثبت في موضعه. واضحة؟ طيب بعد كده بنخش في في بقى يعني حاجات برضو انتوا اي حاجة ليها علاقة بالموت برضو انتوا محامين لازم تبقوا عارفينها. يوم يقول لك ايه؟ دخلنا نغسل الراجل ما شاء الله، لقينا وشه بدر منور وفرحان انه رايح يقابل ربنا، وممكن يكون الراجل ده ضلالي واخرته سوء. اي جثمان انت هتبص في وشه في الرخاوة الاولية او في الرخاوة الثانوية لازم تلاقيه بيترك. ليه؟ لانه في ارتخاء في العضلات. يعني زميلتنا اللي بتضحك قدامي دي هي عاملة ايه دلوقتي؟ عاملة ارتخاء في العضلات، مفيش اكتر من كده. يبقى هو ببساطة شديدة جدا يبقى الابتسامة بتاعتك عبارة عن ارتخاء في العضلات. نفس الراجل ده اللي قالك بيضحك لما بخش يبص عليه واحد بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات تيبس الرمي دخل بقى، يقول لك يا ساتر يا رب بص عمله الاسود باين على وشه. هو مفيش حاجة اسمها عمله الاسود، الراجل دخل في ايه؟ في تيبس رمي، فحصل ايه؟ تقلص في العضلات. هي ببساطة شديد جدا عبارة عن هو انت في الحياة كده وانت بتتعامل في الحياة، هتلاقي اتنين كده الاتنين عمرهم 40 سنة، واحد كل ما تبص في وشه تلاقيه مبتسم، الراجل ده ممكن تبص تديله 20 سنة، واحد تاني تقول له نكتة مكشر، تقول له ابوك مات مكشر، تقول له مش عارف، كله مكشر ماشي، فده مش فارقة معاه خالص، فده تبص عليه 40 سنة تديله 60 سنة. يبقى هو ببساطة شديدة تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقة. البس مجرد انت تتبسم كده انت بتريح عضلات جسمك، بتريح عضلات وشك، فالبسمة دي في حد ذاتها راحة لعضلات الوش.
اخر تغير من تغيرات الرمية حاجة اسمها التعفن الرمي. تعفن الرمية هيحدث نتيجة عوامل كثيرة جدا، انزيمات، جراثيم، حشرات وقوارض، لكن اهمها على الاطلاق الذباب الرمي، هنتكلم عليه بعد شوية. اول مظهر من مظاهر التعفن الرمي هيظهر على هيئة اخضرار اسفل يمين البطن. اخضرار اسفل يمين البطن. ليه الحتة دي بتخضر؟ الحتة دي مقابل مصران الاعور. والمصران الاعور ده اكبر كمية، ده فيه كمية من الجراثيم، الجراثيم العالية اللي هي وسط مناسب جدا للايه؟ للتعفن الرمي. بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل تفلس في الجلد. يعني ايه تفلس في الجلد؟ يعني الجلد يتقشر، تفلس بالسين. يعني الجلد يتقشر. خلاص؟ وبعد كده تلاقي حاجة اسمها ايه؟ تشجر. يعني ايه تشجر؟ جاية من شجرة. يعني الشعيرات الدموية اللي تحت الجلد تبقى عاملة زي فروع الشجر، بتاخد اللون البني نتيجة تغيرات في الهيموجلوبين بتاع الدم، تديك المنظر اللي انت شايفه ده، فتبقى عاملة زي فروع الشجر. وبعد كده هيحصل دكانة في لون الوجه، الوش هيسود. وبعدين جحوظ في العين، العين هتطلع لبره. وبعدين هيبقى فيه بروز في اللسان. وبعدين هيبقى فيه انتفاخ في كيس الصفن اللي هو فيه الخصيتين، هيبقى فيه انتفاخ، والبطن هيبقى فيها انتفاخ. وبعد اسبوع لعشرة ايام، الصور باينه معاكم كويس؟ ده انا بقول ظاهره مش بقول حلوه، يعني الصور ظاهره عشان الاضاءه، انا بتكلم بالاضاءه. بعد اسبوع لعشرة ايام ده المخ بقى اللي بيحلم وبيحب وبيكره. اسرع اعضاء جسم الانسان في التحلل هو المخ. يديك المنظر اللي انت شايفه، عجينه رميه بالمنظر اللي انت شايفه ده، اسبوع لعشرة ايام في الصيف يديك المنظر اللي انت شايفه. اسرع اعضاء جسم الانسان في التحلل. بعد كده هنيجي على الذباب الرمي بقى. الذباب الرمي ده وانتوا ماشيين كده في رايحين تزوروا حد في المقابر، هتلاقي دبانه حجمها تقريبا ضعف الدبانه العاديه تقريبا، وجناحاتها لو كانت لونها زرقاء بيسموها الدبانه الزرقاء، ولو كانت جناحاتها خضراء بيسموها الدبانه الخضراء. انت عندك ايه معظمها ما بين دبانه زرقاء ودبانه ايه؟ خضراء. الذباب الرمي ده بيشم ريحه الجثمان من على بعد 3 كيلو، فلهو القدرة ان هم يشم ريحة جثمان، سواء كان جثة انسان، حيوان، طير، ويطير يحط بيض على الجثمان. هذا البيض يتحول لحاجة اسمها الطور اليرق الاول، وبعدين الطور اليرق الثاني، وبعدين الطور اليرق الثالث، وبعدين يبقى دودة. في كل المراحل ده هو بينهش في جسم الانسان، وبعد كده يروح داخل في منطقة مظلمة، مثلا يروح داخل تحت السجادة، يعمل لك حاجة اسمها شرنقة، يقعد فيها 10-12 يوم، وتخرج دبانة جديدة، وهكذا. دي دورة الحياة بتاعتها. الذباب ده بيحط البيض بتاعه فين بقى؟ في أماكن الحواس. يعني يحطها في العينين، في الأذنين، فتحتي الفم، في فتحتي الأنف، والمنطقة التناسلية. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. طبعا العلماء كان بيفسروا الآية دي، يقول لك انه لو هو خد منك اكل، خد عسل ولا حاجة مش عارف ايه، مش هتعرف تاخده منه. لكن لا، ده بياخد جسم الانسان، الذباب ده بياخد جسم الانسان، لان هو اللي بيحلل الحاجه الاساسيه اللي بتحلل جسم الانسان هو الذباب الرمي. طيب الذباب الرمي ده ليه ظروف ما بيطيرش فيها؟ ما بيطيرش في الظلام ولا في الامطار ولا تحت 10 درجات مئويه ولا فوق 50 درجه مئويه. دي الظروف اللي ما بيطيرش فيها. طب لو جثمان مات بعد العشاء واتدفن قبل الفجر، جاله ذباب رمي؟ ما جالوش ذباب رمي، صح؟ طب الجثمان ده التعفن بتاعه بطيء؟ لا، لانه تحت اول ما يدفن تحت سطح الارض هيلاقي دود قاعد جاهز،
مستنيه، لأنه جسم الإنسان هو جزء من منظومة الطاقة اللي ربنا خلقها من ساعة ما خلقها، هي ثابتة.